السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله راح اليوم راح ناخذ أيضا طريقة من طرق الـ AES، أو خلينا نقول خطوة من خطوات الـ AES، اللي هو الشيفت رو أو الانفيرس شيفت رو. الشيفت رو هو بالتشفير، وفك التشفير هو الانفيرس شيفت رو. تمام، إذا قالك انفيرس شيفت رو معناته فك تشفير، أما هذا يعني واحد عكس الثاني راح يشتغل. فهو أما يقول لك شيفت رو أو انفيرس شيفت رو أو برميتيشن، فإذا هذا أو هذا هو نفس المنطق. نجي هسه ناخذ على هذا ونطبق العملية. إذا قال لك شيفت رو فبعض طلع، أنت تجي هذا يا صف، هذا صف الصفر تقول له، تمام صف الصفر، هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة. هيك تسوي لي أول شيء من الصفر لثلاثة، بمعنى إنه هذا عملية التشفيت إلي يكون صفر، يعني ما نحركه، يعني هذا الصف ينزل كما هو. فيعني الجواب مالتي ايش قد راح يصير؟ راح يصير المصفوفة مالتي شنو نفسها، راح تنزل 36 سي 9 اف اي و30، ما راح يتغير عليه شيء. اما هذا الواحد قلنا هذا سطر ثاني، هذا الصف اللي احنا قلنا تحسب 0 1 2 3، هذا الثاني راح يتشفت بمقدار واحد، بمعنى الشفة يا جهة مو جهة اليمين الى جهة اليسار، يعني هذا يطفر يرجع هنا، هذا يطفر يصير بمكانه، هذا يطفر يصير هنا. يعني شنو طلاب؟ انتبه لعيني، انتبه لي. بمعنى انه شنو عندك هسه؟ هذا مو عندك ال F2 6 3 2 6، مو عندك هذا؟ تجي تشيل هذا وتشفته بمقدار واحد لجهة اليسار، هذا بمقدار واحد بجهة اليسار، هذا بمقدار واحد إلى جهة اليسار، هذا بمقدار واحد إلى جهة اليسار. حلو، هذا من الشفته وين راح يصير؟ يصير هنا بمكانه، يعني هذا يصير بمكان هذا، هذا من شفته يصير بمكان هذا، تمام، هذا من شفته يصير بمكان هذا، هذا راح يروح منه راح وين يرجع؟ يرجع هنا، تمام، راح يرجع بمكان هذا، فراح يصير F2. هسه فهمنا هسه شلون يشفت؟ فراح يصير بالجواب مالتي انه F2 6 3 2 6 F2 زين. اما هذا السطر مثل ما قلت لك 2، يعني بمقدار التشفيت يكون بمقدار 2، تمام بمقدار 2. فاجي اقول يابا هسه انت مو 6 سي 9 سي 9 7 دي دي 4 باور، بمعنى انه هذا راح يشفد بمقدار 2، فهذا منه شيء يجي مو راح يرجع المكان هذا، بهذا هذا تشفيت مره، ومره الاخ يصير، فراح يصير شنو؟ تشفيتين، يعني راح يصير بمكانه هنا، هذا يصير مقدار ايضا 2، فيعني يجي مره وبعدين مره الاخ يجي، يعني يصير مكان هذا، هذا يصير بمقدار 2، يعني يجي هنا ويصير هنا، يعني يصير بمكان هذا، تمام؟ هذا ايضا ينشفل بمقدار 2، فيصير هذا مو هنا يصير هنا، تمام؟ فهمنا؟ يعني اتشفت بمقدار 2، فراح يعني الجواب ما تشقد راح يصير؟ راح يصير يعني شلون؟ هذا سي 9 فنقول بمقدار 2، فواحد اثنين راح يصير هنا، راح يصير هنا، تمام؟ سي 9، هذا سي فنقول واحد اثنين راح يصير بمكان هذا، هذا راح نقول واحد اثنين يعني يصير بمكان هذا، 7 دي احسب على جهة اليسار بمقدار التشفيت، هذا نحسب على جهة اليسار، واحد اثنين يعني يصير بمكان هذا، فيصير هذا دي 4، تمام؟ نجي هذا 3، يعني التشفيت بمقدار 3، يعني شنو؟ احسب 3 مرات، فها هسه اجي اشفت هذا، هذا يعني اقول 1 2 3 راح يصير بمكان هذا، فراح يصير الدي 4 هنا، هذا راح يصير بمقدار 3، فاقول 1 2 ويرجع راح يصير هنا، يعني هذا راح يصير 2 8 2، هذا راح يكون بمقدار 3، تمام؟ فاقول 1 2 3 راح يصير هنا، شوفوا 1 2 3 راح يصير هنا، 6 3، وينش بقالي؟ بقالي ال 36 سويته؟ ال اف اي بقالي، فال اف اي ايضا احسب 1 2 3 لانه راح يرجع، فمن راح يرجع باعوا شلون راح يرجع؟ راح هنا ايش يصير؟ فيصير هنا هاي مرة مرتين 3 مرات، يعني يصير بمكان هذا، فهذا راح يصير بمكانه اللي هو ال اف اي. فهمنا طلاب هسه هاي التشفيت شلون صار؟ وإذا أراد من عندك انفيرس طلاب، انفيرس تجي على المصفوفة المشفتة وتعكس، احنا هنا مو جهة اليسار، احنا راح تسوي اليمين، يعني مثلا هذا شو الشف، هذا راح ينزل نفسه لأنه صفر،
هذا مقدار واحد، هذا مقدار اثنين، هذا مقدار ثلاثة. فهذا هسه هذا اذا نريد انفيرس، يعني هسه شنو هذا راح على جهة جهة اليمين بمقدار واحد، فراح يصير بمكان هذا. شوفوا بالفعل راح يرجع لمكانه، افتهمنا؟ يعني هذا راح يصير بجهة اليمين. نجي على هذا السؤال. زين هسه نجي ناخذ هذا المثال الثاني. المثال الثاني شو يقول؟ يقول لك يابا، هو جدا مهم ترى. المثال يقول يابا طبق لي الاي اس الجوريثم على هذه المسج، تمام؟ بس باع الفيكا وين؟ الفيكا يقول لي اول شيء طبق لي تشينج بلين تكست ستاي، ومن تكون هاي الستاي، هاي الستاي الجديده طبق لي عليها شنو؟ الشيفت رو، تمام؟ يعني شنو الخطوه الثانيه؟ طبقها على الخطوه الاولى. حلو، فانا عندي هسه هذا المسج حولته الى شنو الستاي. راح احد يقول لي زين ليش ما تشرحها؟ يعني شرحتها بموضوع تشينج بلين تكست، مجرد جبت المصفوفة هسه هاي، تمام؟ هسه شنو راح نطبق عليها شنو؟ الشيفت رو. فاجي قلت لكم انه اول شيء صفر، الثاني تشفت بمقدار واحد، هذا بمقدار اثنين، وهذا بمقدار ايش قد؟ مقدار ثلاث. يعني بمعنى المصفوفة الاولى تنزل بدون اي تشفيت، فيعني صفر صفر، صفر اربعة، وصفر ثمانية، وأيضا صفر دي. حلو، الثانية شفت بمقدار واحد، يعني هذا راح شفت بمقدار واحد، هذا شفت بمقدار واحد، وهذا شفت بمقدار واحد، وهذا شفت بمقدار واحد. يعني شنو الصفر اف راح يصير هنا، راح يصير صفر اف، والصفر اي راح يصير هنا صفر A، والصفر خمسة راح يصير هنا، والصفر واحد راح يصير تشفى ترجع هنا. زين، أما عندنا هسه بمقدار اثنين، يعني بمقدار اثنين هذا شي يصير بيه شفة بمقدار اثنين، يعني مو هنا يجي هنا، تمام؟ هذا مو هنا يجي هنا، هذا مو هنا يجي هنا، تمام؟ فيعني الدعش وين راح يصير مكانها؟ هنا، تمام؟ الصفر بي راح يصير مكانها هنا. زين الصفر دي راح يصير صفر ستة، قصدي راح يصير هنا. صفر اثنين راح يصير هنا، هنا بمقدار ثلاثة. بمعنى ثاني إذا أريد أشفت هذا وين راح يصير؟ مو هنا ولا هنا، راح يصير هنا. يعني تحسب ثلاث مراتب، واحد اثنين ثلاثة، راح يصير هنا، تمام؟ ف18 هنا، صفر سي بمقدار ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، راح يصير وين؟ هناي. هذا بمقدار ثلاثة راح يصير بمكان السي، صفر سبعة، والصفر ثلاثة هنا. ولهنا خلصنا السؤال وسؤالنا وحله إن شاء الله، هو كلش بسيط، لكن بس تركز إنه أول شي تحول إلى ستيك، وراح تجي تطبق عليها الشيفت.